الورقه ما تغاديش تقضي بيها والو غنسابويا وهاي نقضوا لي عاوني ويجيني عام وحسن هاد السيد اخويا نهار الثلاث تطاح تقطع ليه عرق في راسو جبناه للسبيطار عطاونا نديرو ليه راديو ب 8000 درهم في كلينيك الشفاء مشينا دينا الدري درنا الراديو جبناه شخصونا الحاله ديالو قال لك الدري مقطع ليه عرق والدم تخوالي على المخ غادي نديرو ليه العمليه ولكن تنديرو الدواء داروا لي الدواء ما خدمش شويه قال لك ما بقيناش غادي نديروا لي العمليه اليوم كنتفاجئوا كيعيطوا لينا جيو هزوا الدري ديو للسبيطار السويسي في الرباط فاش جينا عدد الناس حتى واحد ما بغى يعطينا شي حل والو قال لك هزوا الدري ديو للسويسي الرباط باش غادي نديو هاد الدري وحنا ما عندنا حتى شي وثيقه الناس ديال الرباط قال لك ما عندناش الاوكي باش نشدوا هاد الدري مشينا للإدارة عند الحارسة العامة قالت لك لا سدت علينا ومشات مشينا كنقلبوا على المدير ديال المستشفى قال لك ما كاينش خرجنا لونفيلونس قالت لنا 5000 درهم والأب ديالو عنده إعاقة الأم ديالو مريضة ما كتنوضش الدري باش غادي نديو واش ما عندوش الحق في الصحة هنا وسط السبيطار يتعالج واش الدري ما عندوش حق في العيش كريم واش حنا ما شفناش ربع ايام ما عرفنا الدري ميت ولا حي ما شناش اللي كيخرج كيبقى عندنا بالاوهام الدري بخير الدري ناض الدري فاق وهادشي كامل ما منو حتى حاجه اخويا وكنطالبوا بسيدنا الله ينصرو يتدخل على الخط والناس المسؤولين ديال وزاره الصحه يتدخلوا على الخط راه الناس ما بغاوش يخدموا لا ما بغاوش يخدموا حيدوا من الكرسي خليوا واحد اخر باغي يخدم عاش الحسن الدري عاش الملك 28 عام انا خويا ناعس بني رشد قلت ايام هو ناعس الانعاش كل نهار يخرج عندنا الطبيب يقول لنا حاله اليوم عيطوا علينا في الصباح وقالنا جيو ديو من هنا الزوج يقدر يتوفى علاش ثلاث ايام هما يتسلاو علينا علاش بغيت انا نعرف علاش ثلاث ايام هما كيعطيونا امل في الاخر يقول لنا ما كاينش البارح ما مشينا من هنا حتى 9 الليل قالنا سيرو كلا شرب دري تحرك عارف راسو في الناعس عارف بانه راه ناعس موريسكو عارف بانه راه ناعس الانعاش وهذا الشيء ما كاين منه والو والو هادشي هاد الناس ملي جينا ندويو معاهم جابوا لنا البوليس علاش ما كاينش قانون في البلاد راه حنا كنطالبوا بحق خونا راه حنا ما جابت هنا الا مرض خونا راه ما نجيوش عندهم ما نشوفوهمش وما يشوفوناش ولكن ملي طلبنا بحق خونا جابوا لنا البوليس علاش ملي بغيناهم يوقفوا معانا حتى واحد ما وقف معانا كل كيخرج يقول لنا هضره حرام عليهم حرام عليهم انا كنطلب من المسؤولين يوقفوا لي مع خويا بغيت انا اخويا ينوض من فراشو بغيت اخويا نشوفو ما بغينا منهم حتى حاجه بغينا اخونا بغينا خويا بغيت خويا